أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على ختام الأنبياء وسيد الخلق وأشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحمد لله رب العالمين. القرآن الكريم يلافر من الله تبارك وتعالى. القرآن إتو بنيا رحسية إتو له ين الله سبحانه وتعالى ما هو كتته. كرنا كلو كتبت القرآن سأجا تأفهم كتت دبات معنى القرآن. تبي الله تبارك وتعالى ما هو كتاه شري معنى القرآن. سبرتي فرمان الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. سيبر حرب إن شاء الله كيتا سموه دبت تدبر دن كيتا ممهمي فرمان الله تبارك وتعالى. دلم القرآن الكريم بنياء علمه، دلم القرآن الكريم بنياء رحسية ين لنسون تأهبس عمر كيته دن عمر دنيا أكن هبيز. تبي رحسية القرآن الكريم سنتياسة أدى سلالو بنيا سيبر حرب إن شاء الله كيتا مولا كلاس إني رحسية القرآن الكريم. تبي كتاب كان بوات رحسية سهجة هنيا كيتا إن شاء الله أكن بوات تلقي القرآن سبوتان كيتا أكن إيكوت بچاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم dan kita insyaAllah akan cuba terang rahsia Al-Quran Al-Karim basal kita mahu dapat insyaAllah amalan yang terbaik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. والحمد لله.
Surah Al-Shu'ara, surah nomor 26, muka surat 3 ayat
جبريل عليه السلام نور القرآن أجاب سياقه نبي محمد صلى الله عليه وسلم. يكون وسهاء علماء يتلقى شهيد النبي سيد سجوه يكون فلنا ندبوك دليل القرآن الكريم سمعنا فيها في تبجح ألف لا مين كيف أكلته ألف يعني الله يمتلك رب القرآن الكريم قرآن كيف سبلوم سيد وجوكا آيات الشعراء بلولك كيف مستدوى القرآن يمتلك رب كيف كان كان يقدم القرآن تذكرون كلمة الله عز وجل اللوح المحفوظ القرآن سودان سكرنا اللوح المحفوظ في ذلك سبلوم الله عز وجل من جدة كان ما نسيا يعني صور القرآن الكريم ده جديدة يندل القرآن الكريم سم وسودة أدد لما اللوح المحفوظ سبلوم الله عز وجل من جدة كان ما أنسيا يعني صورة يوسف دلما اللوح المحفوظ سبلوم الله عز وجل من جدة كان نبي يوسف
معنى ايه يعلم الله عز وجل القران الكريم لا ثم جئت يملا القران سودا اتت لك القران الكريم سبلهم الله عز وجل من جدك لم تقومي ثم عن القران جئت لك تردي كريم كان ينبغي لك ان تردني فلتردني الله كيف اللوح المحفوظ سودا تليس سودا فبت لسان لك اللوح المحفوظ سيبغي قوات رب العزه تبارك وتعالى كلمة القرآن تلترون دليل اللوح المحفوظ في بيت العزة بيت العزة بيت العزة إذن تلت لنيديا برطة الله أكبر ما شمنا ترون والله أعلم والله أعلم كلمة بتيجة قرآن كتاب تذكرون دي بيت العزة كومي أتس نبي كيتا صلى الله عليه وسلم بدا مساء هو قلو هيكا تقول إني أنا ده كتاب يمتم يمتر سكيت سكيت دي تقتر سكري إيه بكل ما شاف توراة itu bukan macam Injil, itu bukan macam semua buku suci yang sebelum Al-Quran. Semua yang sebelum Al-Quran ini dari telah turun sekali. Sekali sahaja turun. Hanya Al-Quran ini dari telah turun pada masa 23 tahun. Dalam huruf Alif Lam Mim, itu berkataan ada makna yang terbesar, tapi makna itu orang kafir dan orang Yahudi belum tahu lagi. Belum tahu kerana mereka dulu pandai baca, pandai tulis. Allah Azza wa Jalla beritahu mereka, kalau kamu sangat pandai macam itu, bolehkah kamu tahu apa maksud ألف دان لام دان ميم ملك سوء تكتب ملك سوء تنكتب تبي علماء الإسلام كرنا علماء الإسلام هذه ملكة برسي جوا ملكة برسي الله عز وجل بقي جهاية لبدا علماء سوران علماء هي كتائب أتلا نما الله نما جبريل نما نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أوكي. سكرت كي أنا أنجو سورة الشعراء آيات ستون وسبلات. في المن الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين. وإنه لتنزيل رب العالمين. وإنه تسسكم يا القرآن. آيات ستون سبيلاً آيات ستو سبيلاً سورة الشعراء سورة الشعراء آيات ستو سبيلاً سبيلاً بعد أوكي فرمان الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين قرآن
بلا في تمشى ألف لام ميم معنى إنه الله عز وجل يمتلكهم القرآن يمتلكوا القرآن إنه جبريل عليه السلام التسليم التسندي محمد صلى الله عليه وسلم. أوكي. لكن درب القرآن الكريم كأن أتوا آيات ألف لام ميم دلم القرآن الكريم أتلح أنام كريم آيات ألف لام ميم سودان بقولك دلم القرآن الكريم أنام كريم دو كريم دو كريم تربي مدينة أما الكريم تورمي مكة. يمتلك تورمي مدينة سورة البقرة. سورة البقرة. تبي دلم سورة البقرة الله عز وجل تلك بالفرمان ألف لام ميم. سلبس إنه ذلك الكتاب. ذلك الكتاب سينا برا جماعة إنتي يبقى كلي أواصب الألف لامي يأكن بكم سلبس إكو بركتان الكتاب بركتان الكتاب مثلا كنت مسيك لكي تلم آيات ينكتوا بلوم هديث لكي كنت بلوم سلسي بركتان الكتاب dalam berkata Alkitab ini banyak rahsia. Saya bukan buat alat sahaja. Saya buat dua-dua. Kita nak baca Al-Quran betul. Kita nak faham maksud Al-Quran yang kali. Tiap-tiap kali Allah Azza wa Jal sebut Alif Lam Mim yang akan datang selepas itu berkataan Alkitab. Timulah macam mana dalam surah Al-Baqarah ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب إنه كتاب القرآن إذا أتى ربه دلم كتاب إنه أتى هداية أتى بترنجو بقي سيابا قرآن قرآن يبتقى سو إيه يبتقى ينكتوى سورة آل عمران سورة آل عمران بدأ آية ستون سورة آل عمران برمان الله عز وجل ألف لام ميم سورة آل عمران هذا سورة يمكتين أوكي سورة آل عمران آيات يمتثمة في المال الله عز وجل ألف لام ميم كنت أكد نقرأ تيب تيب كذي كنت دبت ألف لام ميم ألف لام ميم أتن من جدي ست آيات ألف لام ميم أتن من جدي ست آيات آيات يمتثمة Tadi saya beritahu kamu dalam Al-Quran ada 29 ayat atau berkataan huruf yang muqatta'ah. Tapi alif lam mim semuanya ana menjadi satu ayat. Yani ayat yang pertama alif lam mim dalam Al-Baqarah dan Al Imran. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بتقول كتاب مثلا مثل آل عمران كتاب آيات بالتمع ألف لام ميم آيات ينقضها الله لا إله إلا هو الحي القيوم ها آيات ينقضها نزل عليك الكتاب الله أكبر دلت سورة البقرة ذلك الكتاب دلت سورة آل عمران نزل عليك
تنزيل الكتاب لا ريب
فما أقول إنه هذا تجوان ليل، أوكي؟ العنكبوت الروم مكي، الذي لقمان كان السجدة مكية أجوجا، سو الله عز وجل تحسب دلم لقمان كان السجدة ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم دلم السجدة ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، سو الله عز وجل تحسب ألف لام ميم أنا مكلم دو كلمة مدينة أبصق ألف لام ميم ده أبصق بالكتاب أن الكتاب دي من ده أتهم من كلمة ألف لام ميم دو كلمة الله عز وجل سبوت الكتاب دو كلمة الله تسبوت الكتاب تبي هذا سؤال كده مثل بريطانيا كده ما الله عز وجل تحسبون دلم آيات ينقذوها سورة البقرة كنا بقى تحسبون دلم سورة آل عمران كنا بقى تحسبون دلم لقمان من السجدة الكتاب مسألة هذه أكن أمي سيا أنت أبا شري نما نما القرآن الكريم القرآن الكريم حتى لا بابنا banyak nah berapa yang kita tahu berapa nah? Yang pertama kita tahu ini adalah nama apa Al-Quran betul Al-Quran apalagi kita tahu الكتاب بقص لدي الفرقان سكرم كتاب دبات تيجا قدور لبن نما نما القرآن الكريم ما تشدلو كتاب سنكتب نما نما سورة الفاتحة أدلات برابا تيجا بلاسنا dari mata kita puluh lapan nama itu kenapa Allah Azza wa Jal telah memilih perkataan Al-Kitab yang tersebut dalam dalam empat surah bukan itu sahaja tidak ada banyak lagi Allah Azza wa Jal sebut huruf yang muqatta'ah ada banyak lagi contoh surat Yunus alaihi salam surat Yunus alaihi salam surat Yunus Allah tersebut alif lam ra tilka ayatul kitab al-hakim tapi tadi saya beritahu kamu tentang alif lam mim sahaj tapi kalau kita mau tengok macam mana semua surah semua huruf yang muqatta'ah macam mana Allah sebut apa selepas huruf muqatta'ah itu okey sekarang kita sudah tahu dalam alif lam mim empat kali Allah sebut berkataan al-kitab betul okey kita nak tengok semua huruf yang muqatta'ah macam mana lagi surah Yunus alaihi salam surah Yunus surah nombor 10 sudah firman Allah azza wa jalla alif lam ra bukan alif lam mim ini alif lam ra alif lam dan ra tidak ada mim تلك آيات الكتاب الحكيم الله أكبر الله تسبت أبو الكتاب الله تسبت بركتنا الكتاب سينكتب تليس بس كنت نحكيرا دو بلو سبلا سورة يسودا ملدنا حروف مقطع كنت نحكيرا برابا كلي الله عز وجل
تحسبه كأن الكتاب سلبس حروف مقطعة عنه. ألف لام راء، ألف لام راء بخمسة آيات. بتقول كيف نبقى ألف لام راء أول يونس آيات مرتبة إلي ستبر كأن دليل آيات مرتبة. تبين ألف لام ميم ستو آيات. بتقول ألف لام ميم ستو آيات. هني ألف لام راء ستبر كأن دليل آيات مرتبة. ولو هم شككوا يم أتمنى تنسى لبسكتوا آيات الكتاب. الله أكبر. أوكي. سبلوني يونس عليه السلام الأعراف. سورة الأعراف. سورة الأعراف. سورة بورت جو. كسرت زد في مساء. سيدري كم كم إيدي؟ كرنا مستي كم؟ بلا كيتا كم إيدي؟ كيتا نبى بسرعة الله عز وجل. كيتا أكن اللي بيبرجاه بدأ القرآن الكريم. كيتا أكن دو معنى القرآن. سورة الأعراف. آيات يمتمى فرمان الله عز وجل ألف لام ميم صاد. ألف لام ميم صاد بربع حروف أنبت. تبي كيف سبون ألف لام ميم تيجا. ألف لام را تيجا. كريمي ألف لام ميم صاد أنبت. ستو آيات. ستو آيات. ده لم آيات اللي الله عز وجل معقول بديتا وكيتا تنسلوه دنيا إسلام من مكان إسلام كيتا تأخليه بجه القرآن في نفس الدين تأخليه سبلوه كيتا بجه القرآن اللي كيتا مستي دنار القرآن دليل علماء دلو ما جمناك لو كيتا تدنار ألف لام صاد ما جمناك كيتا أكن بجه آيات اللي كلو كيتا في نسيديكي بجا بجا مانا كيتا أكن بجا كيتا أكن بجا المص بتقول كيتا أكن بجا المص بس اللي هالي كلام من صار بتقول سبوتان بتقول يزاد بتقول المص تاني سبوتان سلام كيتا بجا كيتا تولز المص كيتا بجا ألم لا سورة هود عليه السلام.
استعان ايده سنات بيتي كتا نزدي تقو بس الايدي ما سيلتي دلم بركتان الكتاب كتا بلوم سنة سيلتي ذلك الكتاب اوكي؟ سورة هود عليه السلام آيات يمبردما في من الله عز وجل ألف لام را سما سورة يونس عليه السلام ألف لام را أشوفك ها ألف لام را كتاب أحكمت آياته كتاب أحكمت آياته سمعنا دلم سورة هود عليه السلام حروف أو بركتان ينطلع تمثل بس بركتان حروف مقطعة بركتان الكتاب هود عليه السلام سلبس إيكو سورة يوسف عليه السلام سورة يوسف عليه السلام سورة دوبلاس يوسف عليه السلام الله عز وجل ده حروف بدأ أول
سورة مريم سورة سبيلان بلاس. قاسم أتوا قاسم
Yes.
مقسوم قرآن بلسان بني الله سجودان بني الله في المال الله عز وجل. ها آيات القدوة والقرآن الحكيم. الله أكبر. وكان والكتاب الحكيم ده والقرآن الحكيم. أوكي؟ سلبس إيكو سورة صاد. سورة صاد. صاد سورة اللي قبلوا لبن. سورة صاد. بل كتاب ينبتم من الآيات ينبتم إليه في المنى الله صاد. والقرآن بالذكر. الله ده بالكلام تدع هذا التلقي من جمال الكتابة جبر كتاب ينبتم هذا الظروف ينبتم بس هذه سنة الظروف ما جمال الكتابة كم من جمال ما جمال صاد. بس كده كيف تسبوت صاد سعجة صاد باريس كتاس ما جمال كيف أكل بجة صاد ولي كيف بجة صاد والقرآن بالذين ليه تقولي أبا صاد أبا معنى صاد تبيه كان صاد صاد. الله أكبر. صاد والقرآن وكان والكتاب تأكلين والقرآن. أوكي صاد والقرآن صاد إني ستكون سهل بلا قرآن يكون إذا القرآن مشرك بما صاد منك يا الله ما كان بدم كبلا ما كان من إنتو حروف يا سوسا ما كان إنتو ست حروف صاد منك سوى تبو هاري هاري منك توليس ما بجا صاد كم تدي كذا كم علماء كم بندر كم دهو بجا بجا صاد سلام بجا يا محمد بجا رسول الله بجا أبا بكا صاد تا صاد رماني ورا الدرس مسوي بدون كتو فرمان الله كتو فرمان الله من محمد له محمد قرآن أمي محمد أنبت بلوته هون لم سبت تولس لم سبت عبد ملك سموا علماء تولس شعير شعير ملك توليس سجع ملك توليس ما شاء الله بارك هذه هذه ملك توليس حروف إيجابية تبي تقولي يا الله يا ربي مستي يدوف المال الله عز وجل. أوكي صاد كنت سدته درس كلمة سورة غافر سورة غافر سورة غافر سورة عم مدلو سورة نمبر عم مدلو ومكسورة عم مدنم تجو اوكي حبيس الف لام ميم حبيس الف لام ميم صاد حبيس الف لام را الف لام ميم را حبيس بدا طا سين طا سين ميم ها مسوك توجو آية سبع حاميم الله اكبر دو حروف كيف تنبت دو حروف حاد ميم كلو تدا هذا التلقي كلو نبي كده صلى الله عليه وسلم تدا تدا القرآن دني الله عز وجل تدا تدا دني جبريل جبريل تدا تدا دني الله كلو تدا هذا بدل ما شافيه كيف ما
برب ينسبون القرآن. ها غافل سدع دمت الكتاب. اوكي دروس كان سلبس سبلاء سورة غافل سورة فصلت سورة فصلت سورة البنبلوسة سبلان سورة غافل ثمن حامل إدو أدلك ها ما جمالة كده بجا فصلة ثمن حامل تبكى لئين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آيات الله كتاب كتاب جوجل فصلت آيات تنزيل من الرحمن الرحيم قرآن إيه الثلاثة روم دانيس يقول الرحمن الرحيم ها كتاب وكم قرآن فصلت آيات كتاب فصلت آيات فصلت سبلات سورة فصلت سورة الشورى لما سورة الشورى الله أكبر سبتني إلي لا يسوسا سبتان سورة الشورى إلي سوسا سكي بس حروف مقطعة إلو أدلت دو آيات آيات يا مرتمدا آيات يا مرتمدا ما جمنا كتابة آيات إلي Thank you.
Dalam
سجن، ذكر سجن، ذكر سجن. سموا برابا دو بولو سيميلان كمين يعني بيبانيا الله عز وجل دا سمود كتان الكتاب سيميلان بلاس كلمة. الله أكبر. كنا بقى الله عز وجل سداء أدو مبليه بركتان الكتاب تبي تأسبوت القرآن يعني بيه بنيا أدو تأسبوت لين لين كلمة جميعكم كنت مستيقظ نما القرآن الكريم مستيقظ نما القرآن الكريم أدنى ضربنا سكيت انا تاو كينا بقى الله عز وجل بس نما نما القران الكريم بنا تيجا بلوغ لبنا كينا بقى الله عز وجل داري بدا تيجا بلوغ لبنا ايدو يعني يبين بنا بركتان الكتاب اوكي سيا نحن تاو كم جوجا نما نما القران الكريم يبرتما الكتاب semua ini ada ayat dari Al-Quran. Tapi cukuplah saya beri tahu nama sahaja. Okey? Atau mahu ayat juga? Ha? Semua. Okey. Yang pertama perkataan Al-Kitab. Al-Kitab. Allah Azza wa Jalla dah sebut Alkitab itu dalam banyak ayat macam tadi kita kira 19 ayat. Ha? Boleh teruskan atau susah? Faham tak? Senang susah? Susah? Tapi belum keliru. Masih lagi okey? Alhamdulillah. Okey. Tapi itu ilmu yang penting kita mesti tahu. Masal kalau kita nak faham perkataan Al-Kitab, masal kita sudah masuk surah Al-Baqarah, saya nak insya Allah kamu faham tiap-tiap, bukan tiap-tiap perkataan. Saya nak kamu faham tiap-tiap huruf. Saya nak kamu insya Allah, bila kamu baca Al-Quran, tak kamu nampak kamu tahu macam mana Allah Azza wa Jalla sangat sayang kamu. Quran ini, saya beritahu kamu telah turun tiga kali. Dari Allah ke Al-Lawdul Mahfuz. Dari Al-Lawdul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah ke Badal Kau. Tapi kita mesti tahu, kita mesti faham. Saya tak mahu beritahu kamu dari kitab itulah kitab Al-Quran. La raiba fi tidak ada. Rabuka. Saya nak kamu tahu macam mana Allah Azza wa Jalla sebut perkataan Al-Kitab. Tapi kalau kita nak tahu Al-Kitab, kita mesti tahu Quran kita adalah berapa nama. Ada banyak, tapi lagi bagus kalau kita tahu. Yang pertama Al-Kitab. Al-Kitab, Allah Azza wa Jalla sebut itu dalam banyak ayat. Seperti ayat surah Sad. Surah Sad ayat 29. Jangan cari sekarang, nanti boleh kamu cari. Pasal masa tak cukup. Okey, saya akan beritahu kamu dan nombor ayat saya. Okey. Yang kedua, Quran. Al-Quran. So, nama Al-Quran yang pertama Al-Kitab, yang kedua Al-Quran. Surah Az-Zukhruf ayat 3. Nama yang ketiga Al-Furqan. Al-Furqan. Surah Al-Furqan nombor 1. Yang terlambat, Al-Dhikr.
اوكي؟ سورة الأنبياء آيات لي مولود. سورة الرعد آيات 3-9. الرعد
جوه الرسوم دي، جوه سورة الأعراف آيات جوه الرسوم دي، جوه الرسوم دي. المبين، المبين، ألف لام ميم باء ياء نون، المبين، المبين. سورة الشعراء آيات هو الشعراء. الفصل، ألف لام باء صاد لام، الفصل. سورة الطارق، سورة الطارق والسماء والطارق آيات تي جبلس. Thank you.
مبارك، سورة الأنبياء آية، لما قلت إذ سهج الله تبارك وتعالى أعلامها. أوكي sekarang kita sudah tahu nama-nama Al-Quran Al-Karim, kita sudah tahu huruful muqatta'ah dalam Al-Quran Al-Karim. Semua surah yang dalam Al-Quran Al-Karim yang telah dapat huruful muqatta'ah adalah berapa? 29 surah. Okey, kita sudah tahu dalam berapa surah Allah Azza wa Jalla tersebut Al-Kitab 19. Berapa surah Allah tersebut Al-Quran 5. Berapa surah Allah tersebut Al-Zikr 1. Al-Qalam 1. Wahya 1. Pada minggu depan insyaAllah kita akan, kita sudah tahu ini adalah perawat semua. Pada minggu depan kita akan terus mengerti kenapa Allah Azza wa Jalla telah pilih perkataan Al-Kitab. Apa yang di dalam perkataan Al-Kitab itu? Kenapa Al-Kitab yang Allah Azza wa Jalla sebut? Apa yang di dalam Al-Kitab? Sekarang kita sudah tahu nama Al-Quran adalah berapa? 38. Dalam surah yang kedua dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla sebut Al-Kitab. Kenapa Allah tak sebut nama-nama lain? Kenapa Allah Azza wa Jalla telah pilih perkataan Al-Kitab? Itu yang insya Allah kita akan tahu pada minggu depan kalau Allah Azza wa Jalla izinkan masih lagi hidup insya Allah. Okay. جزاكم الله خيرا كثيرا وبارك الله فيكم أجمعين. رأسي القرآن كم مستتم لا ممكن هبس. Okay. لا ممكن هبس. الذي ممكن semua yang saya terang bukan semua itu رأسي القرآن tidak. Itu belum sampai belum. Yani kalau kita masuk jauh dalam laut. Okay. Kita lebih jauh itu bawa air berapa? Berapa? Banyak sikit. Sikit betul? Ilmu seluruh ulama bukan ilmu saya. Ilmu saya belum naik jauh itu. Belum lagi. Ilmu semua ulama macam air yang jauh sudah bawa, sudah ambil. Sikit sahaja. Makna ilmu Allah Azza wa Jalla besar, luas. Hanya kita cuba sahaja, kita usaha sahaja mahu dapat walaupun sedikit sahaja. Syukurlah Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Tapi hari ini kita sudah tahu huruf muqatta'ah. Macam mana kita sebut huruf muqatta'ah? Ayat yang telah datang selepas huruf muqatta'ah itu berkataan apa? Al-Kitab. Lagi kita sudah tahu nama Al-Quran Al-Karim. Semua itu asas. Kita orang Islam mesti tahu itu. Mesti tahu. Tak boleh kita hidup, kita menjadi orang Islam tapi tak tahu nama Al-Quran. Tak boleh. Jadi kita tak tahu walaupun sedikit dari apa rahsia Al-Quran Al-Karim. Okey? Jazakumullah khairan kathira wa barakallahu fikum ajma'in. Amin ya Rabbal Alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على كتاب الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم
والحمد لله.